أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية الخاصة التي نتابع من خلالها عملية تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، والذي يحمل أعباء كبيرة في مواجهة إرث ترامب واستعادة ثقة الحلفاء. سيد نصير العمري، أنت قلت في بداية حديثك في هذه التغطية بأنه يعني جو بايدن بوجهه الإنساني وعواطفه سيعيد ربما هذا الوجه إلى الولايات المتحدة بعد أن شوهه ترامب، ولكن السؤال لو تحدثنا عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، أوباما كان يحمل مثل هذا الوجه وكان يبدو إنسانيا، ولكن في عهده الكثير من الجرائم حول العالم حدثت، وخاصة إذا ما تحدثنا عن المنطقة العربية، جرائم في العديد من الدول العربية. ما الذي يختلف إذن بايدن عن ترامب أو أوباما؟ سيد نصير، إذا يبدو فقدنا سيد نصير العمري. دكتور أحمد عجاج، هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. طيب، أحيل عليك السؤال. السيد نصير كان تحدث عن حاجة الولايات المتحدة إلى هذا الوجه الإنساني ويستعيده بايدن اليوم. إلى أي مدى بالفعل هذا الوجه الإنساني ربما سيتحقق على أرض الواقع، أم كما حصل مثل أيام أوباما مثلا؟ يعني عندما نتحدث عن الوجه الإنساني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مبالغة، ليس معناه أن أمريكا ستقدم حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية على حساب المصالح الأمريكية، إنما ستعمل يعني على عكس ترامب أمريكا أولا للموازنة بين الاثنين، بمعنى آخر تقدم المصالح الأمريكية لكن لا تهمل المبادئ الأخلاقية ولا حقوق الإنسان، بل تبقيها ضمن دائرة الاهتمام وضمن دائرة النقاش وضمن دائرة الإدانة. لذلك يعني الخلاف سيكون واضحا وبينا بين هذه الإدارة وبين الرئيس ترامب الذي كانت سياسته تقوم على سياسة التعاقد الثنائي، بمعنى آخر أنه لا يقارب قضية العلاقات الدولية من منطلق أن هناك ديمقراطيات تتفق على مبادئ معينة مع أوروبا الغربية مع حلف الناتو. هو ينظر إلى أين المصلحة الأمريكية ولا يهمه يعني تعقيدات هذه المصلحة إذا كانت أخلاقية أو لا أخلاقية. يعني هو مثلا يرى أن بوتين رجل طيب، لا يهمه إن ضم جزيرة القرم أو أنه سجن المعارضين، إذا لا يهمه مثلا في أي بلد آخر ما يحدث، ما يهمه هو أن مصلحة أمريكا متحققة، على عكس الإدارات الأمريكية السابقة التي يهمها المصلحة الأمريكية لكنها كانت توازن بهذه العلاقة ولا تصل إلى الحد الأقصى، بمعنى أنها تنسب تماما القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان. ويجب أن نميز أيضا بين أمرين، أن الرئيس بايدن هو رجل مخضرم سياسيا أكثر بكثير من أوباما، يعني هو رجل أمضى دهرا وعقودا من العمل السياسي في الكونغرس وقبله مجلس النواب، ثم نائبا للرئيس ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية، وبالتالي لديه خبرة واسعة جدا، وبالتالي كونه نائب للرئيس ليس له الصلاحية بأن يفرض السياسة التي يريدها الرئيس أوباما، وبالتالي هو كان يعني مقيدا إلى حد ما في عهد أوباما، ولا يمكن أن نلومه على ما حدث في تلك الفترة خصوصا فيما يتعلق في القضايا العربية، إنما بوسعنا أن نقول الآن أنه لديه الآن الفرصة ليثبت أنه سياسة مختلفة عن أوباما، وأن الذين عينهم وبعضهم يعني كثير كانوا في إدارة أوباما يجب أن يضعوا سياسة مختلفة تماما عن أوباما، ويبدو أنها ستكون مختلفة إنما بفارق نسبي، وكما قلت وهي مصلحة الأمريكية والمواءمة بين المبادئ الأخلاقية للولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحقيقة هناك الكثير من الملفات الخارجية التي يعني سيحملها ويحمل إرثها وعبئها الرئيس بايدن، حيث يدخل الرئيس بايدن إلى إدارة إلى البيت الأبيض على رأس إدارة جديدة خلفا لترامب الذي قدم
دعما غير مسبوق لسياسات دولة الاحتلال مثلا بما فيها الاستيطانية، مؤكدا التزامه بالمضي قدما بملفات التطبيع التي فتحها ترامب. نتابع مشاهدينا هذا العرض ثم نعود إلى ضيوفي. قال مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكين: التزامنا بأمن إسرائيل مقدس، والرئيس بايدن يؤكد على ذلك. وأضاف بلينكين في تصريح سابق: الرئيس بايدن يؤمن بشدة بأن وجود وطن قومي آمن لليهود في إسرائيل هو الضمانة الوحيدة لضمان عدم تعرض اليهود للتهديد بالهلاك. هذا سبب عميق لعدم تخليه عن أمن إسرائيل حتى في الأوقات التي قد يختلف فيها مع بعض سياساتها. وقال بلينكين: اتفاق أبراهام يدعم أمن إسرائيل والاستقرار في المنطقة. وبشأن اتفاقيات التطبيع الأخيرة قال: ينبغي أن أصفق لما حققته إدارة ترامب بشأن اتفاقيات أبراهام، مؤكدا بقاء الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال قائما. وفي ملف السلطة الفلسطينية نجد رغم دعم بايدن السابق لدولة الاحتلال واعترافه بالقدس عاصمة لهم، نجد تفاؤلا بتوجيه ضربة لصفقة القرن في عهد بايدن من خلال العودة للسياسات الأمريكية التقليدية التي تطالب بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطرح إقامة دولة فلسطينية، ولو كان ذلك الطرح للدولة دون طموح السلطة. أما المغرب فيتجه نحو السير ببطء في العلاقات مع إسرائيل بانتظار معرفة موقف جو بايدن من التزام سلفه ترامب في قضية الصحراء. في ملف الإمارات أيد بايدن اتفاق تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، لكن وزير خارجيته أشار إلى أن صفقة البيع الأمريكية لطائرات F-35 الحربية إلى الإمارات والتي تلت ذلك تترك الانطباع بأن اتفاق السلام بين أبوظبي وإسرائيل كان نوعا من المقايضة. بلينكين أكد أكثر من مرة تصريحه القائل: إدارة أوباما بايدن أتاحت تلك الطائرات لإسرائيل ولإسرائيل فقط في المنطقة. أما السودان فلم ينتظر النظام الحاكم نسبيا قدوم بايدن، التي أكدت مصادر أمريكية سعيه لفصل شرط التطبيع مع إسرائيل عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كجزء من سياسته الرامية لاحترام القارة الإفريقية حال تسلم السلطة، وعليه خسر السودان أوراقا كان يمكن استخدامها في التعامل مع إدارة بايدن. وبشأن البحرين لم نعثر على أي معلومة حول مقايدة المنامة للتطبيع بأي شيء لصالحها، وقد تكون الإدارة البحرينية ذاتها عاجزة عن إجابة عن هذا السؤال. وأخيرا السعودية، تتوقع الصحافة العبرية أن يكون التطبيع القادم مع المملكة العربية السعودية لإيقاف أي سياسة هجومية من إدارة بايدن ضد الرياض، وسعيا لإيجاد تحالف قوي لقيادة المنطقة ضد إيران في ظل انتقادات حادة وجهها بايدن أثناء حملته الانتخابية للسعودية في ملف حقوق الإنسان تحديدا. دكتور أحمد عجاج، إذن شكل العلاقات في الشرق الأوسط، لنأخذ هذا العالم قسما قسما. في الشرق الأوسط واضح أن شكل العلاقات قد تغير بشكل جذري خلال الأربع سنوات الماضية، تحديدا في قضية العلاقة مع دولة الاحتلال والتطبيع والاستيطان الذي لقي دعما كبيرا مفتوحا غير محدود من قبل إدارة ترامب. ولكن اليوم من الواضح من تصريحات المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية في إدارة بايدن بأن سياساته ربما تشابه سياسات ترامب إن لم تكن أكثر تطرفا في قضية التطبيع مع دولة الاحتلال. كيف نقرأ هذا التوجه الأمريكي في إدارة بايدن؟ يعني كما قلنا أن الرئيس الأمريكي ترامب السابق كان يعتمد يعني سياسة العلاقات الثنائية، أي الصفقة، يعني خذ شيئا وأنا أعطيك وتعطيني شيئا، يعني مبادلة كما وجدنا في عملية الصحراء المغربية. وبالتالي بالنسبة إلى العالم العربي يعني قال لهم أنني سأحاصر إيران وأجعلها تركع مقابل أنتم أيضا أن لا تكونوا معادين للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل،
وأنه لا بد إسرائيل هي الأخرى معادية لإيران، وبالتالي لا بد من إيجاد علاقة ما وتطبيع ما. هذه هي سياسة الرئيس الأمريكي ترامب، ولم يهمه قرارات مجلس الأمن الدولي، ولم يهمه أوروبا، ولم يهمه روسيا، هو بيهمه أن يحقق ما يريد ضمن علاقات ثنائية. وبالطبع هذه السياسات الثنائية تخدم كل بلد على حدة، لأنه يحقق مصالحها ويهدئ مخاوفها. بالنسبة لإدارة ترامب أمامها عقبتين. العقبة الأولى أنها معنية أيضا بقضية يعني المبادئ الأخلاقية واحترام القوانين الدولية، وبالقضية الفلسطينية هناك قضايا أخلاقية وقضايا قانونية تتعلق بالأمم المتحدة تحرص الإدارة الأمريكية الجديدة على احترامها. والقضية الثانية أيضا وهي مهمة جدا، أن إدارة بايدن لا يمكنها أن تعقد يعني علاقات ثنائية مثل ترامب، لابد أن تتحالف مع الاتحاد الأوروبي، لأن بايدن قال أننا سنعمل على حلف الديمقراطيات، ويعني بذلك الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وبالتالي سينسق سياسته مع هذه الدول، وهذه الدول لها موقف مختلف من إدارة ترامب، بل على العكس تحدث ترامب وقالت أننا لا نعترف بسيادة إسرائيل على القدس، إنما رحبت في التطبيع على اعتباره أنه إجراء من دولة ذات سيادة عربية مع دولة أخرى. وبالتالي سنجد في هذه المرحلة بالنسبة للقضية الفلسطينية نوع من الخطوة إلى الوراء، يعني ليس لصالح إسرائيل إنما لصالح القضية الفلسطينية، ونوع من التفكير الجاد. ماذا سنفعل؟ هل الدولتين؟ هل ممكن بعد نقل العاصمة إلى القدس؟ ولكن دكتور أحمد عجاج، دكتور أحمد، يعني المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية قالها بشكل واضح وصريح بأنه يؤيد بشكل مطلق ما قام به، ما أقدم عليه ترامب خلال ولايته، وبأن السفارة ستبقى في القدس، وبأن القدس عاصمة لإسرائيل، وضم الجولان وما إلى ذلك. ولكن أضاف بأنه يعني نحن نؤيد حل الدولتين، قيام دولة فلسطينية. إذن هذا يعني العودة إلى المماطلة التي شهدها العالم العربي وشهدتها القضية الفلسطينية عبر عشرات السنين من الإدارات الأمريكية. سنعود إلى هذا العهد في المستقبل. طبعا يعني هو من حقه أن يصرح ويقول ما يقول، نحن نتحدث عن السياسة، يعني عندما يأتي إلى المنطقة ويضع رجله على أرضها سيجد الأمور تختلف تماما. يعني هناك الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل لم تطبع من عبث، يعني هناك مخاوف وهي مخاوف إيرانية، يعني كانت تخاف من إيران، ومقابل هذه المخاوف ترامب أعطى تعهدات. الإدارة الجديدة لا ترى ذلك ولا تعطي تعهدات، إنما هي تريد فتح مفاوضات مع إيران والعودة إلى المشروع النووي الإيراني. وبالتالي فإن الصفقة التي تمت على أساسها عملية التقارب مع إسرائيل يعني انتهكت أسسها، وبالتالي عليه أن يعيد النظر. ثانيا، كيف يقول أنه يريد، يعني الإدارة الأمريكية أن تريد أن توصل إلى رؤية مشتركة للقضايا الدولية مع حلفائها ومع الدول الديمقراطية وتفعل عكس هذه الدول؟ هناك إشكاليات عليه أن يواجهها. أنا أعتقد أن المرحلة القادمة بالنسبة إلى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنا أقول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لأنه هذا ما تعتقده الإدارة الديمقراطية، بينما إدارة ترامب كانت تعتبره نزاع عربي إسرائيلي، أي أنه لا وجود لقضية فلسطينية. يعني هذه مشكلة ترامب كانت هكذا، نحل الخلاف مع الدول العربية وتنتهي الأزمة الفلسطينية. أعتقد أن مع الإدارة الجديدة أمامها عقبات كثيرة جدا، وستصطدم بواقع هائل، لأن الآن هناك دول كبرى دخلت على الخط. يعني هناك دولة تركية لها موقف من عملية السلام ومن قضية فلسطين، وهناك أيضا إيران التي أنا برأيي الشخصي حازت على السلاح النووي، وما نراه هو مجرد مماحكات لا أكثر، كما حدث مع باكستان والهند. يعني وإيران لديها أيضا مطالب، بذلك سيأتي إلى المنطقة ويجد الكثير من التعقيدات، ولن يكون كما هو يتصور. بالطبع إسرائيل ستكون أولوية على السياسة الأمريكية، وأمنها سيكون له الأولوية، إنما لن يكون المسار سهلا وهينا مع الدول العربية كما كان سابقا. طيب، طالما ذكرت إيران وتركيا، برأيك هل إدارة بايدن ستجنح إلى يعني محاولة مد يد الصداقة لتركيا والضغط على إيران، أم العكس؟
يعني دعنا نتحدث عن تركيا. تركيا هناك يعني مشكلتان أمام هذه الإدارة. المشكلة الأولى هي شخص الرئيس أردوغان، والمشكلة الثانية تركيا وموقعها الاستراتيجي وأهميتها في حلف الناتو. بايدن يجد صعوبة والديمقراطيون التأقلم مع الرئيس أردوغان، يرونه رجلا يعني هم يصفونه شعبويا، وأن لديه طموحات كبرى في المنطقة، وأنه مستعد للعمل ضد المصالح الأمريكية إذا ما رأى أن مصلحة بلاده تستدعي ذلك، ورأوا في خطابه الإسلامي مشكلة أيضا. لذلك هم يفضلون أن يكون هناك يعني رئيس آخر لتركيا، لكن الواقع على الأرض أن أردوغان موجود. المشكلة الأخرى هي أن تركيا لها دور مهم جدا الآن، يعني تركيا لم تعد الدولة التي كان أتاتورك يقول عنها نحن سلام في الخارج سلام في الداخل. تركيا الآن تتمدد في أفريقيا، هناك 47 سفارة لتركيا موجودة الآن في أفريقيا، وهي تنافس فرنسا واستطاعت أن تلعب دورا كبيرا في شمال أفريقيا في ليبيا، واستطاعت أن تعزز نفوسها في قبرص وتتحدى اليونان، واستطاعت أن تدخل إلى القوقاز، ولأول مرة يصبح لها ممر بري يعني من تركيا عبر المعركة التي صارت بين أرمينيا الدولة اسمها أذربيجان، فأصبح لديها ممر. هناك تركيا موجودة في كل مكان. لذلك على الإدارة الأمريكية يعني، وهذا من واقع السياسة، ستتعامل مع تركيا ليس كتابع إنما كدولة لها مطالب، وبالتالي ستكون تركيا فاعلة في المسار الإسرائيلي وفاعلة في القضاء العربية شئنا أم أبينا. طيب أخيرا لأنه الوقت انتهى الحقيقة والزملاء يضغطون علي، ولكن لابد أن أسألك حول العلاقة. أوروبا طبعا يبدو أنها محتفلة بهذا العهد الجديد مع بايدن، صديق أوروبا كما تقول هي، ولكن في العلاقة مع الصين وروسيا، هل تعتقد بأن الصين وروسيا فقدتا صديقا في واشنطن بغياب ترامب؟ طبعا، يعني أنا أعتقد أنهم فقدوا صديقا قويا ومتفهما، وبالتحديد روسيا. يعني هناك دعوات الآن في أمريكا، الرئيسة السناتورة كلينتون السابقة تقول يجب فتح تحقيق في علاقة الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين. بايدن سياسته متشددة تجاه روسيا، وسنشهد نوعا من الحزم مع روسيا. أما بالنسبة إلى الصين فهي سياسة تشبه كثيرا سياسة أوباما، وهي تطويق الصين عبر علاقات قوية مع الدول المحيطة بها، وتنمية العلاقات التجارية، والتشدد مع الصين في قضايا كثيرة ومنها براءات الاختراع وغيرها. أهلا بكم مشاهدينا من جديد في هذه التغطية الخاصة التي نتابع من خلالها عملية تنصيب جو بايدن رئيسا للولايات المتحدة، والذي يحمل أعباء كبيرة في مواجهة إرث ترامب واستعادة ثقة الحلفاء. سيد نصير العمري، أنت قلت في بداية حديثك في هذه التغطية بأنه يعني جو بايدن بوجهه الإنساني وعواطفه سيعيد ربما هذا الوجه إلى الولايات المتحدة بعد أن شوهه ترامب، ولكن السؤال لو تحدثنا عن السياسة الخارجية للولايات المتحدة، أوباما كان يحمل مثل هذا الوجه وكان يبدو إنسانيا، ولكن في عهده الكثير من الجرائم حول العالم حدثت، وخاصة إذا ما تحدثنا عن المنطقة العربية، جرائم في العديد من الدول العربية. ما الذي يختلف إذن بايدن عن ترامب أو أوباما؟ سيد نصير،
إذا يبدو فقدنا السيد نصير العمري. دكتور أحمد عجاج هل تسمعني؟ أسمعك جيدا. طيب أحيل عليك السؤال. السيد نصير كان تحدث عن حاجة الولايات المتحدة إلى هذا الوجه الإنساني ويستعيده بايدن اليوم. إلى أي مدى بالفعل هذا الوجه الإنساني ربما سيتحقق على أرض الواقع أم كما حصل مثل أيام أوباما مثلا؟ يعني عندما نتحدث عن الوجه الإنساني في الولايات المتحدة الأمريكية هناك مبالغة، ليس معناه أن أمريكا ستقدم حقوق الإنسان والمبادئ الأخلاقية على حساب المصالح الأمريكية، إنما ستعمد يعني على عكس ترامب أمريكا أولا للموازنة بين الاثنين، بمعنى آخر تقدم المصالح الأمريكية لكن لا تهمل المبادئ الأخلاقية ولا حقوق الإنسان، بل تبقيها ضمن دائرة الاهتمام وضمن دائرة النقاش وضمن دائرة الإدانة. لذلك يعني الخلاف سيكون واضحا وبينا بين هذه الإدارة وبين الرئيس ترامب الذي كانت سياسته تقوم على سياسة التعاقد الثنائي، بمعنى آخر أنه لا يقارب قضية العلاقات الدولية من منطلق أن هناك ديمقراطيات تتفق على مبادئ معينة مع أوروبا الغربية مع حلف الناتو. هو ينظر إلى أين المصلحة الأمريكية ولا يهمه يعني تعقيدات هذه المصلحة إذا كانت أخلاقية أو لا أخلاقية. يعني هو مثلا يرى أن بوتين رجل طيب، لا يهمه أن ضم جزيرة القرم أو أنه سجن المعارضين، إذا لا يهمه مثلا في أي بلد آخر ما يحدث، ما يهمه هو أن مصلحة أمريكا متحققة، على عكس الإدارات الأمريكية السابقة التي يهمها المصلحة الأمريكية لكنها كانت توازن بهذه العلاقة ولا تصل إلى الحد الأقصى، بمعنى أنها تنسب تماما القيم الأخلاقية وحقوق الإنسان. ويجب أن نميز أيضا بين أمرين، أن الرئيس بايدن هو رجل مخضرم سياسيا أكثر بكثير من أوباما، يعني هو رجل أمضى دهرا وعقودا من العمل السياسي في الكونغرس وقبله مجلس النواب ثم نائبا للرئيس ورئيسا للجنة العلاقات الخارجية، وبالتالي لديه خبرة واسعة جدا، وبالتالي كونه نائب للرئيس ليس له الصلاحية بأن يفرض السياسة التي يريدها الرئيس أوباما، وبالتالي هو كان يعني مقيدا إلى حد ما في عهد أوباما، ولا يمكن أن نلومه على ما حدث في تلك الفترة خصوصا فيما يتعلق في القضايا العربية، إنما بوسعنا أن نقول الآن أنه لديه الآن الفرصة ليثبت أنه سياسة مختلفة عن أوباما، وأن الذين عينهم وبعضهم يعني كثير كانوا في إدارة أوباما يجب أن يضعوا سياسة مختلفة تماما عن أوباما، ويبدو أنها ستكون مختلفة إنما بفارق النسبي، وكما قلت وهي مصلحة الأمريكية والمواءمة بين المبادئ الأخلاقية للولايات المتحدة الأمريكية. يعني الحقيقة هناك الكثير من الملفات الخارجية التي يعني سيحملها ويحمل إرثها وعبئها الرئيس بايدن، حيث يدخل الرئيس بايدن إلى إدارة إلى البيت الأبيض على رأس إدارة جديدة خلفا لترامب الذي قدم دعما غير مسبوق لسياسات دولة الاحتلال مثلا بما فيها الاستيطانية، مؤكدا التزامه بالمضي قدما بملفات التطبيع التي فتحها ترامب. نتابع مشاهدينا هذا العرض ثم نعود إلى ضيوفي. قال مرشح الرئيس الأمريكي جو بايدن لمنصب وزير الخارجية أنتوني بلينكن: التزامنا بأمن إسرائيل مقدس والرئيس بايدن يؤكد على ذلك. وأضاف بلينكن في تصريح سابق: الرئيس بايدن يؤمن بشدة بأن وجود وطن قومي آمن لليهود في إسرائيل هو الضمانة الوحيدة لضمان عدم تعرض اليهود للتهديد بالهلاك. هذا سبب عميق لعدم تخليه عن أمن إسرائيل حتى في الأوقات التي قد يختلف فيها مع بعض سياساتها. وقال بلينكن: اتفاق أبراهام يدعم أمن إسرائيل والاستقرار في المنطقة. وبشأن اتفاقيات التطبيع الأخيرة قال: ينبغي أن أصفق لما حققته إدارة ترامب بشأن اتفاقيات أبراهام، مؤكدا بقاء الاعتراف الأمريكي بالقدس عاصمة للاحتلال قائما.
وفي ملف السلطة الفلسطينية نجد رغم دعم بايدن السابق لدولة الاحتلال واعترافه بالقدس عاصمة لهم، نجد تفاؤلا بتوجيه ضربة لصفقة القرن في عهد بايدن من خلال العودة للسياسات الأمريكية التقليدية التي تطالب بتجميد الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتطرح إقامة دولة فلسطينية ولو كان ذلك الطرح للدولة دون طموح السلطة. أما المغرب فيتجه نحو السير ببطء في العلاقات مع إسرائيل بانتظار معرفة موقف جو بايدن من التزام سلفه ترامب في قضية الصحراء. في ملف الإمارات أيد بايدن اتفاق تطبيع العلاقات بين الاحتلال الإسرائيلي والإمارات، لكن وزير خارجيته أشار إلى أن صفقة البيع الأمريكية لطائرات F-35 الحربية إلى الإمارات والتي تلت ذلك تترك الانطباع بأن اتفاق السلام بين أبوظبي وإسرائيل كان نوعا من المقايضة. بلينكن أكد أكثر من مرة تصريحه القائل إدارة أوباما بايدن أتاحت تلك الطائرات لإسرائيل ولإسرائيل فقط في المنطقة. أما السودان فلم ينتظر النظام الحاكم نسبيا قدوم بايدن التي أكدت مصادر أمريكية سعيه لفصل شرط التطبيع مع إسرائيل عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب كجزء من سياسته الرامية لاحترام القارة الإفريقية حال تسلم السلطة، وعليه خسر السودان أوراقا كان يمكن استخدامها في التعامل مع إدارة بايدن. وبشأن البحرين لم نعثر على أي معلومة حول مقايدة المنامة للتطبيع بأي شيء لصالحها، وقد تكون الإدارة البحرينية ذاتها عاجزة عن إجابة عن هذا السؤال. وأخيرا السعودية، تتوقع الصحافة العبرية أن يكون التطبيع القادم مع المملكة العربية السعودية لإيقاف أي سياسة هجومية من إدارة بايدن ضد الرياض، وسعيا لإيجاد تحالف قوي لقيادة المنطقة ضد إيران في ظل انتقادات حادة وجهها بايدن أثناء حملته الانتخابية للسعودية في ملف حقوق الإنسان تحديدا. دكتور أحمد عجاج، إذن شكل العلاقات في الشرق الأوسط، لنأخذ هذا العالم قسما قسما. في الشرق الأوسط واضح أن شكل العلاقات قد تغير بشكل جذري خلال الأربع سنوات الماضية، تحديدا في قضية العلاقة مع دولة الاحتلال والتطبيع والاستيطان الذي لقي دعما كبيرا مفتوحا غير محدود من قبل إدارة ترامب. ولكن اليوم من الواضح من تصريحات المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية في إدارة بايدن بأنه سياساته ربما تشابه سياسات ترامب إن لم تكن أكثر تطرفا في قضية التطبيع مع دولة الاحتلال. كيف نقرأ هذا التوجه الأمريكي في إدارة بايدن؟ يعني كما قلنا أن الرئيس الأمريكي ترامب السابق كان يعتمد يعني سياسة العلاقات الثنائية، أي الصفقة، يعني خذ شيئا وأنا أعطيك وتعطيني شيئا، يعني مبادلة كما وجدنا في عملية الصحراء المغربية. وبالتالي بالنسبة إلى العالم العربي يعني قال لهم أنني سأحاصر إيران وأجعلها تركع مقابل أنتم أيضا أن لا تكونوا معادين للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل، وأنه لابد إسرائيل هي الأخرى معادية لإيران، وبالتالي لابد من إيجاد علاقة ما وتطبيع ما. هذه هي سياسة الرئيس الأمريكي ترامب، ولم يهمه قرارات مجلس الأمن الدولي، ولم يهمه أوروبا، ولم يهمه روسيا، هو بيهمه أن يحقق ما يريد ضمن علاقات ثنائية. وبالطبع هذه السياسات الثنائية تخدم كل بلد على حدة لأنه يحقق مصالحها ويهدئ مخاوفها. بالنسبة لإدارة ترامب أمامها عقبتين. العقبة الأولى أنها معنية أيضا بقضية يعني المبادئ الأخلاقية واحترام القوانين الدولية، وبالقضية الفلسطينية هناك قضايا أخلاقية وقضايا قانونية تتعلق بالأمم المتحدة تحرص الإدارة الأمريكية الجديدة على احترامها. والقضية الثانية أيضا وهي مهمة جدا أن إدارة بايدن لا يمكنها أن تعقد يعني علاقات ثنائية مثل ترامب، لابد أن تتحالف مع الاتحاد الأوروبي، لأن بايدن قال أننا سنعمل على حلف الديمقراطيات، ويعني بذلك الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو، وبالتالي سينسق سياسته مع هذه الدول، وهذه الدول لها موقف مختلف من إدارة ترامب، بل على العكس تحدث ترامب وقالت أننا لا نعترف بسيادة إسرائيل على القدس، إنما رحبت في التطبيع على اعتباره أنه إجراء من دولة ذات سيادة عربية مع دولة أخرى.
وبالتالي سنجد في هذه المرحلة بالنسبة للقضية الفلسطينية نوع من الخطوة إلى الوراء، يعني ليس لصالح إسرائيل إنما لصالح القضية الفلسطينية، ونوع من التفكير الجاد. ماذا سنفعل؟ هل الدولتين؟ هل ممكن بعد نقل العاصمة إلى القدس؟ ولكن دكتور أحمد يعني المرشح لوزارة الخارجية الأمريكية قالها بشكل واضح وصريح بأنه يؤيد بشكل مطلق ما قام به، ما أقدم عليه ترامب خلال ولايته، وبأن السفارة ستبقى في القدس، وبأن القدس عاصمة لإسرائيل وضم الجولان وما إلى ذلك، ولكن أضاف بأنه يعني نحن نؤيد حل الدولتين، قيام دولة فلسطينية. إذن هذا يعني العودة إلى المماطلة التي شهدها العالم العربي وشهدتها القضية الفلسطينية عبر عشرات السنين من الإدارات الأمريكية. سنعود إلى هذا العهد في المستقبل. طبعا يعني هو من حقه أن يصرح ويقول ما يقول، نحن نتحدث عن السياسة، يعني عندما يأتي إلى المنطقة ويضع رجله على أرضها سيجد الأمور تختلف تماما. يعني هناك الدول العربية التي طبعت علاقاتها مع إسرائيل لم تطبع من عبث، يعني هناك مخاوف وهي مخاوف إيرانية، يعني كانت تخاف من إيران، ومقابل هذه المخاوف ترامب أعطى تعهدات. الإدارة الجديدة لا ترى ذلك ولا تعطي تعهدات، إنما هي تريد فتح مفاوضات مع إيران والعودة إلى المشروع النووي الإيراني. وبالتالي فإن الصفقة التي تمت على أساسها عملية التقارب مع إسرائيل يعني انتهكت أسسها، وبالتالي عليه أن يعيد النظر. ثانيا، كيف يقول أنه يريد، يعني الإدارة الأمريكية أن تريد أن توصل إلى رؤية مشتركة للقضايا الدولية مع حلفائها ومع الدول الديمقراطية وتفعل عكس هذه الدول؟ هناك إشكاليات عليه أن يواجهها. أنا أعتقد أن المرحلة القادمة بالنسبة إلى النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وأنا أقول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي لأنه هذا ما تعتقده الإدارة الديمقراطية، بينما إدارة ترامب كانت تعتبره نزاع عربي إسرائيلي، أي أنه لا وجود لقضية فلسطينية. يعني هذه مشكلة ترامب كانت هكذا، نحل الخلاف مع الدول العربية وتنتهي الأزمة الفلسطينية. أعتقد أن مع الإدارة الجديدة أمامها عقبات كثيرة جدا، وستصطدم بواقع هائل، لأن الآن هناك دول كبرى دخلت على الخط، يعني هناك دولة تركية لها موقف من عملية السلام ومن قضية فلسطين، وهناك أيضا إيران التي أنا برأيي الشخصي حازت على السلاح النووي، وما نراه هو مجرد مماحكات لا أكثر، كما حدث مع باكستان والهند. يعني وإيران لديها أيضا مطالب، لذلك سيأتي إلى المنطقة ويجد الكثير من التعقيدات، ولن يكون كما هو يتصور. بالطبع إسرائيل ستكون أولوية على السياسة الأمريكية، وأمنها سيكون له الأولوية، إنما لن يكون المسار سهلا وهينا مع الدول العربية كما كان سابقا. طيب، طالما ذكرت إيران وتركيا، برأيك هل إدارة بايدن ستجنح إلى يعني محاولة مد يد الصداقة لتركيا والضغط على إيران أم العكس؟ يعني دعنا نتحدث عن تركيا. تركيا هناك يعني مشكلتان أمام هذه الإدارة، المشكلة الأولى هي شخص الرئيس أردوغان، والمشكلة الثانية تركيا وموقعها الاستراتيجي وأهميتها في حلف الناتو. بايدن يجد صعوبة والديمقراطيون التأقلم مع الرئيس أردوغان، يرونه رجلا يعني هم يصفونه شعبويا، وأن لديه طموحات كبرى في المنطقة، وأنه مستعد للعمل ضد المصالح الأمريكية إذا ما رأى أن مصلحة بلاده تستدعي ذلك، ورأوا في خطابه الإسلامي مشكلة أيضا. لذلك هم يفضلون أن يكون هناك يعني رئيس آخر لتركيا، لكن الواقع على الأرض أن أردوغان موجود. المشكلة الأخرى هي أن تركيا لها دور مهم جدا الآن، يعني تركيا لم تعد الدولة التي كان أتاتورك يقول عنها نحن سلام في الخارج سلام في الداخل. تركيا الآن تتمدد في أفريقيا، هناك 47 سفارة لتركيا موجودة الآن في أفريقيا، وهي تنافس فرنسا، واستطاعت أن تلعب دورا كبيرا في شمال أفريقيا في ليبيا، واستطاعت أن تعزز نفوسها في قبرص وتتحدى اليونان، واستطاعت أن تدخل إلى القوقاز، ولأول مرة يصبح لها ممر بري يعني من تركيا عبر المعركة التي صارت بين أرمينيا الدولة
اسمها أذربيجان، فأصبح لديها ممر. هناك تركيا موجودة في كل مكان. نعم. لذلك على الإدارة الأمريكية يعني، وهذا من واقع السياسة، ستتعامل مع تركيا ليس كتابع إنما كدولة لها مطالب، وبالتالي ستكون تركيا فاعلة في المسار الإسرائيلي وفاعلة في القضاء. نعم. العربية شئنا أم أبينا. طيب أخيرا أخيرا، لأنه الوقت انتهى الحقيقة والزملاء يضغطون علي، ولكن لابد أن أسألك حول العلاقة. أوروبا طبعا يبدو أنها محتفلة بهذا العهد الجديد مع بايدن، صديق أوروبا كما تقول هي، ولكن في العلاقة مع الصين وروسيا، هل تعتقد بأنه الصين وروسيا فقدتا صديقا في واشنطن بغياب ترامب؟ طبعا، يعني أنا أعتقد أنهم فقدوا صديقا قويا ومتفهما، وبالتحديد روسيا. يعني هناك دعوات الآن في أمريكا، الرئيسة السناتورة كلينتون السابقة تقول يجب فتح تحقيق في علاقة الرئيس ترامب مع الرئيس بوتين. بايدن سياسته متشددة تجاه روسيا، وسنشهد نوعا من الحزم مع روسيا. أما بالنسبة إلى الصين فهي سياسة تشبه كثيرا سياسة أوباما، وهي تطويق الصين عبر علاقات قوية مع الدول المحيطة بها، وتنمية العلاقات التجارية، والتشدد مع الصين في قضايا كثيرة ومنها براءات الاختراع وغيرها. أشكرك جزيلا دكتور أحمد عجاج الكاتب والباحث، كنت معي عبر سكايب من لندن، كما أشكر ضيفي الذي كان معي عبر سكايب من واشنطن السيد نصير العمري الباحث في الشؤون الأمريكية، وكان معنا في بداية الحلقة ولكن للأسف كان هناك خلل تقني السيد محمد أبو العنين الكاتب والمحلل السياسي، كان من المفترض أن يكون معنا من لندن. كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة، ألقاكم بخير.